ايه احساسك؟ في ايه بس اللي بتضحك؟ ما بعرفش اجاوب على الاسئله دي. طيب قول لي، يعني امتى اول مره حسيت ان انت بتحبني فيها؟ يعني امتى اول مره دخلت جوه قلبك؟ اول مره يعني؟ اه، اول مره شفتك فيها في العياده عندي، ساعتها في حاجات كده اتحركت جوايا. طب انت ايه بقى؟ اول مره لما قلت لي اللي عندنا ده يخلينا مميزين عن غيرنا، ساعتها قعدت افكر المرض اصلا ليه بيجي. ليه؟ عشان نكشف معدن اللي جوه الناس. في ناس يعني بتبان لما بتتعب، في ناس بتبان لما بتكبر، ناس تانية لما بتختني، ناس تانية لما بتفتقر. يعني فيلسوفة حبيبتي، فيلسوفة. بتحبي الفلسفة؟ اه بموت فيك. انا بقى بموت فيك انتي، بموت فيكي. بقول لك ايه، كنت عايزة اقول لك على حاجة. قولي. انا كلمت الدكتور محمد، انا عارفه ان انت ما بتحبش تتكلم في الموضوع ده، بس اسمع مني بس. مش يمكن الفلوس اللي انت هتديها للمتبرع ده تغير حياته وتساعده في حاجات كتيره قوي؟ ليه ما تفكرش فيها ان انت ربنا خلاك مريض وعندك فلوس كتيره، وهو سليم بس معهوش فلوس، فانتوا الاتنين هتكملوا بعض. صدقني، سيبك من افكارك اللي معطله حياتك في حاجات انت اصلا مالكش دخل بيها. في حاجات ربنا هو اللي بيكتبها لنا بطريقه احنا لازم نعملها واحنا مغمضين. وقته. احنا جايين علشان ننبسط مش عشان الحاجات ديت. وبعدين انا من ساعه ما اتجوزتك حاسس ان انا خفيت، مبقاش عندي اي حاجه. انت شايفاني عيان؟ اهو كويس. انت عمرك في نظري ما كنت عيان. العيان ده بيبقى شخص اللي ما بيحسش، بيكتئب بس للعيا وخلاص. انما الشخص اللي قلبه تعبان مقتنع ان هو هيخف وبيحس، ده شخص سليم. زي ما حد مثلا يكون عنده رجل مقطوعه بس هو مقتنع ان هو هيمشي وبيمشي في الاخر عشان هو حاسس بده من جواه، ده شخص كويس وسليم. بحبك. يعني خلاص هتعمل عمليه؟ ايوه. هكلم الدكتور ان احنا هنشوفه اول ما نرجع. موافق. عارف اجمل حاجه لما بحس ان انا ببني الحياه اللي انا عايزاها، كمان اجمل ان تكون انت اللي بتحارب عشان حياتك. بقى لما نرجع ان شاء الله عندنا معركه تانيه خالص، لما تفوق بقى كده وتقوم بالسلامه. معركه ايه دي؟ ابنك، لازم تشوف ابنك. انت مش بني ادم. ليه؟ ايوه، ما هو مفيش بني ادمين بيعملوا اللي انت بتعمليه ده. انت حقيقيه؟ ايوه بجد والله. أيوة. العظيم جاي من البحر كمان. انت راح سمكة يعني ولا ايه؟ اها. سمكة.